السلام عليكم. بالنسبة للدورة، دورة الرياضيات، تحضير للإعدادية تبدأ في بداية شهر 9. إحنا مستقبلا بنحدد أي يوم، أما على الأغلب يوم خميس حسب البرنامج تبعي. حاليا مقدم لبداية الدورة، في نقاط معينة لازم الواحد الطالب يعرفها، وأنا رايح أشرحها خلال هاي الأيام. من ضمنها 0 و1، في لهم ميزات. 0 يعني إذا بنقسمه على، صفر لحظة شوي، إذا بنقسم 0 على 1 شو الجواب بيطلع؟ 0. إذا بنقسم 0 على 2 يساوي 0. يعني 0 يساوي 0 على 1 يساوي 0 على 2 يساوي 0 على 3 يساوي 0 على 4 إلى ما لا نهاية. يعني 0 بنقسمه على أي عدد يطلع الجواب 0. بالنسبة للواحد، الواحد بنقسمه من مثلا، مش بنقسمه، يعني بنقول كل عدد مثلا قسمه على واحد على نفسه بيطلع الجواب 1. مثلا 2 على 2 يساوي 1، 3 على 3 يساوي 1 إلى ما لا نهاية. كل عدد بنقسمه على نفسه بيطلع الجواب 1. 0 بنقسمه على أي عدد بيطلع 0. مهم جدا إحنا نعرف 0 تقسيم أي عدد كديش يساوي 0. 1 يساوي أي عدد على نفسه، أي عدد على نفسه. سهل الواحد يعرفهم، بس ممكن الطالب يتخربط وأجي أسأله مثلا كله 4 على 0 شو بطلع؟ 0 فوق، احنا كنا من 0 على 4، ليش يعني الجواب 0؟ يعني نقسم 0 على 4 طلاب، يعني إشي 0 أقلام على 4 طلاب، ليش كل كلام كل طالب بأخذ 0؟ صفر يعني 0 أقلام على 3 طلاب، ليش كل طالب بأخذ 0؟ أما 4 على 0، 4 أقلام نقدر نقسمها على حدا، على ولا حدا؟ لا، يعني الإشي هنا العملية ما غير معرفة، فيش لها تعريف. يعني 4 على 0 نقول عنه إحنا غير معرف، ليش؟ لأنه فيش إشي اسمه 4 مقسمه على ولا شيء. أما 0 ممكن 0 بنقسمه على 4، يعني 0 4 أولاد كل واحد بياخذ شيء، شو معناته؟ ده الجواب 0. هنا بالنسبة لهذول النقطتين لازم نعرف انه اي عدد على نفسه بيطلع جواب 1، 0 على اي عدد بيطلع 0. مهم جدا نعرفها، هي فرق بين 0 على عدد والعدد على 0. 0 على اي عدد بيطلع الجواب 0، أي عدد على 0 غير معرف، ده مش منطقي. يعني هذا أول موضوع. هسه أنا بدي أمحى طبعا هذولا، أو بفتح صفحة جديدة. الصفحة الأولى موجودة عندي هين، هسه صفحة جديدة هنا. باجي أنا مثلا عند الكسر 4 خماس، أربع أخماس.
نعينه على محور الأعداد. باجي أنا بعمل محور أعداد، نعين أربع أقماس على محور الأعداد، بتطلع شو المقام. الكسر طبعا هو أكبر من صفر وأصغر من واحد. كيف بعرف إنه أصغر من واحد؟ إذا البسط أصغر من المقام معناته هذا كسر أقل من واحد، أما أكبر من صفر. إذا مثلا عندي 6 على 4، هنا البسط أكبر من المقام معناته هذا كسر أكبر من واحد. حاليا نحن بدنا نعين الأربع أخماس على محور الأعداد. باجي بعين هنا نقطة الصفر، وهنا بعين نقطة الواحد، هنا الصفر وهنا الواحد. الصفر هو عبارة عن إيش؟ إذا المقام 50 عبارة عن 0 على 5، والواحد عبارة عن 5 على 5. هسه باجي شو بساوي؟ بعد الصفر هنا بين الواحد 0 على 5 إلى 5 على 5، بعمل 5 أقسام. 5 أقسام، الخمسة هي عبارة عن كأن بنقسم الوحدة الكاملة من 0 للواحد لخمس أقسام. القسم الأول بيجي هنا 0 على 1 على 5، الثاني بيجي 2 على 5، اللي بعده بيجي 3 على 5، اللي بعده 4 على 5، واللي بعده 5 على 5. يعني جيت بتعين 4 على 5، بعينه يعني هاي هي 4 على 5. باجي بقول هاي بعين بحط نقطة هنا، هاي 4 على 5. طبعا أنا بما إنه فيش كلام مش دفتر حساب بكسعب أقسمهم زي ما لازم. لازم البعد بين كل واحدة وواحدة متساوي، بين كل كسر وكسر متساوي لحد ما نصل هنا. عينت النقطة 4 على 5. إذا مثلا إذا أنا جيت بدي مثلا 3/4، باجي بعمل محور أعداد، هنا الصفر هنا الواحد. دعاية أنا بدي أعين 3/4 على محور الأعداد. شو بعمل؟ 0 على 4 هو صفر نفسه، بعدها شو بعدها بيجي 1 على 4، 2 على 4، 3 على 4، هاي معناته عينتها. طبعا الواحد هي عبارة ايش عن 4 على 4. بهاي الطريقة انا بعين كسور على محور الاعداد. اذا بدي اعين انا 6 على 4، 6 على 4 وهذا هذا محور الأعداد هذا نفسه لأنه على 4 بقدر أعينها هنا. 6 على 4 بتيجي بعد 4/4، يعني 5 هنا بتيجي، هنا بتيجي 5 على 4، بعدها بتيجي 6 على 4، معناته 6 على 4 بتيجي هنا. هاي الطريقة أنا بعين كسور على محور الأعداد، بعين كسور على محور الأعداد.
احنا مطلوب، المطلوب هسه انه ترسموا هذول المحورين على الدفتر، وهذه اللي هنا هاي تكتبوها على الدفتر، وهاي تكتبوها على الدفتر، واحد الأولى الثاني الثالثة تكتبوها على الدفتر واحد ورا الثاني، وبعدها بتكتبوا ترسموا المحور العدد اللي هين، محور العدد اللي هين، وتكتبوا هنا 4 أخماس وستة ولا 3 أرباع أبراج وستة أرباع هنا أبراج ورا بعض. تقدر طبعا ممكن إنك تعمل محور أعداد، محور أعداد جديد، وتعين لي الخمسة على سبعة والتسعة على سبعة على محور الأعداد، الخمسة على سبعة وتسعة على سبعة على محور الأعداد. أيتها إيش مش مفهوم تقدر تبعثولي تسألوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.